صحة قولهم هانوا على الله فعصوه، هانوا على الله فعصوه أو فعذبهم الله. تقول ربي الذي رزقني بحبه وهو أحسبه صالحا، لكن عموما صحيح عندنا في ديننا الأمور تنال بشيء، أولا تقدير الله فوق كل شيء لا محالة منه، لكن إذا أنا وجدت خطرا لابد أن أقاوم قدر الاستطاعة. فأنت بارك الله فيك الأخت المتكلمة بارك الله فيها، علقت نفسها كثيرا بما لا ينبغي أن تعلق نفسها به. نحن دائما وأبدا أفضل شيء عندنا وأسلم شيء عندنا أن تكون صلتنا بالله قوية، صلتنا بالله قوية، نعتصم بالله سبحانه وندعوه أن يختار لنا الخير. إنما أنا أنزل نفسي منزلة أعلى من منزلتي، يعني أقول أرى يقينا أن الخير في هذا، ماذا تركت لربك؟ أليس من الممكن أن تتزوجيه وتبتلين بالعقم؟ أليس من الممكن أن تتزوجيه وبعد الزواج تظهر أخلاق له غير التي تعرفينها؟ فأنت فقدت شيئا أيتها الأخت، وهو حسن الصلة بالله، حسن دعاء الله، حسن التوكل على الله. اسأل الله أن يختار لك الخير، اسأل الله أن يوفقك للخير، لأن هذا الشخص وإن كان ظاهره الصلاح لكن الله أعلم بالقلوب.